السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أشرح لكم مسكة الإبرة. طبعا عندنا أنواع مختلفة من الإبر فحنشوفها سوا، وحاتكلم عن طريقة إدخال الإبرة في الوريد إذا كان ميديان كابيتال أو سيفاليك أو باسيليك. راح أرسم لكم الأوردة على هذه الفلينة. في حال كان الفين ميديان كابيتال هيكون كده في المنتصف، أو إذا كان وريد جانبي بالطريقة هذه، يعني هذه اليد وهنا الميديان كابيتال وهنا الأوردة الجانبية. فحوريكم دحين دخلة الإبرة. أول حاجة لازم تعرفوها خطوة تحديد الوريد، جدا مهمة، لأنه أنا لما أحس الوريد هذا لازم أحدد في بالي إذا هو ديب أو سوبرفيشيال، أو حسيته مثلا موفبل أو جانبي أو أيا كان. التحديد جدا مهم. أول نوع حوريكم هو اللي هو الفاكوتينر، اللي هو يعتبر الأكثر استخداما. هذا شكله طبعا مقاسه أكبر من بقية الأنواع، فإحنا نفضل إلى نستخدمه إذا كان عندي good vein، سواء كان وريد وسطي أو جانبي. إذا كان كبير أنا أستخدم الفاكوتينر عشان تكون الإبرة مناسبة مع مقاس الوريد. بالنسبة لدخلة الإبرة أنا لازم أشد الجلد، وبهذه الطريقة حدخل على دخلة سريعة تكون على الميديان كابيتال. طيب في زاوية أنا أحتاج أني أخذها، إذا كان هذا الوريد سوبرفيشل فيكفيني أنا بس راس الإبرة يعني بشكل موازي لسطح البشرة، لكن إذا كان هذا الوريد ديب فأنا لازم أخذ الزاوية وأخش على الوريد وأثبت يدي بالطريقة هذه على يد المريض، ومن هنا نبدل التيوبات. اتجاه الوريد أنا ضروري أحدده مظبوط وأعرف امتداد هذا الوريد عشان أعرف أنا من فين أدخل. فلو كان الوريد بهذا الاتجاه معناها دخلتي هتكون باتجاه الوريد، مع يعني الحرص على إني أخذ مسافة بسيطة تقريبا على قد الأصبع، هذا مسافة مرة بسيطة تحت الوريد، وبالتالي أخش. إذا كان بالاتجاه العكس برضو بنفس الطريقة، أخذ مسافة بسيطة وأخش على الوريد. في حال كنت أسحب open system باستخدام السيرنج، طبعا هنا يختلف مسكة الإبرة، تكون بالطريقة هذه وأنا أشد الجلد وأدخل الإبرة على حسب الزاوية اللي تكلمت عنها، على حسب يعني الفين إذا كان ديب أو سوبرفيشيال. بعد ما أدخل أنا بيدي الثاني حبدأ أسحب البلنجر على وراء عشان أخذ كل كمية الدم اللي أنا أحتاجها. فهنا يعني طريقة السحب مختلفة شوي، أنا أحتاج أني أثبت يدي وأسحب باليد الثانية. البترفلاي أنا لازم أمسكها من الوينجز بالطريقة هذه، مسكتي لازم تكون بدي الطريقة عشان أتملكها مظبوط وأدخلها فورا على الوريد. وبعد كذا إذا كان الوريد وسطي هتثبت هي معايا، لكن لو كنت أسحب من الكف أنا ممكن أحتاج أني أمسك من جهة واحدة عشان أثبتها. فبهذه الطريقة يعني غلط أني أنا أمسك بس جهة واحدة وأجي أدخلها، حتكون شوية مؤلمة للمريض. أو أني أمسك اللي، لا، المسكة حتكون من التو وينجز بالطريقة هذه، والدخلة حتكون على حسب اتجاه الوريد. آخر معلومة حقول لكم هي أنه أنا عندي في البترفلاي وفي النيدل مع السيرنج أنا حشوف فلاش باك للبلد. يعني هنا لما أكون أسحب بالبترفلاي أول ما أدخل الإبرة في الوريد حيبان معايا نقطة دم، فبالتالي أعرف أني أنا دخلت في الوريد. النيدل مع السيرنج نفس الشيء، حشوف فلاش باك هنا تبان معايا أول نقطة دم، فبالتالي أعرف أني أنا دخلت في الوريد. لكن بالنسبة للفاكوتينر نيدل ما حيبان معايا على طول فورا في التيوب، فأنا إذا كان الدم ماشي معايا في التيوب أعرف أني أنا في الوريد، وإذا بتوقف معايا الدم أعرف أنه الإبرة تحركت أو أنها ما وصلت على الوريد.